وهنا لدينا لباس الاستحمام ضد التبلل للمرضى الخارجين من العمليات الجراحية لمنطقة الصدر. هذا لباس ضد التبلل. اللباس صمم من قبل مريضة أجريت لها عملية جراحية في منطقة الصدر. تم استخدام اللباس في دول عدة كأمريكا وبريطانيا وأستراليا، وتعمل الشركة المنتجة لأن يتم استخدامه في الإمارات قبل نهاية العام الحالي.